مستمعي ومتابعي صدى اف ام، يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا. طبعا جولاتنا بكاس العالم واجواء حلب بكاس العالم راح تتواصل اليوم في جوله جديده، وتابعونا وتابعوا الاجواء الحلوه اللي عم تشوفها مدينه حلب وبتشهدها خلال كاس العالم. مين عم تشجع بكأس العالم؟ والله أنا من رواد ألمانيا بصراحة، بس ألمانيا خذلونا أول مباراة إذا بتتذكر. بيرجعوا إن شاء الله. يوم أرجنتين. والله الأرجنتين على الأغلب. أنت أرجنتيني يعني، مو إنه بس اليوم. شان ليونيل ميسي. معناها برشلوني. طبعاً. أرجنتين. لميسي ولا لأنه الأرجنتين؟ لأنه أرجنتين. إن شاء الله الأرجنتين. بحب الأرجنتين. أنت برشلوني معناها. لا ماني برشلوني صراحة، ريالي، بس بحب الأرجنتين كمان. لا ما بحب الإسباني كثير. والله إسبانيا. ما دام لعيبته كلها ريال، ما دام اسبانيا. ارجنتين، حلب بتجنن وما بتنام وبتحبوا السهر والبس وكل شيء، بس يعني هالسنه انا كثير متفاجئه لانه انا شخص ما كثير بهتم بالمباريات، بس هلا الاجواء الحلوه بتخليك غصب عنك تهتم وغصب عنك تتفرج، فعن جد اجواء رائعه والله يحفظ لامان يا رب. رح يربحوا اليوم ولا شايف كرواتيا انا بيلعبوا حلو اليوم؟ لا بس بدهم يربحوا. ارجنتين وبرازيل. زعلان على المغرب كثير، وزعلان كثير على المنتخبات العربيه، لأنه المغرب لعبت يعني مباراة كتير قوية وحرام تخسر بهالطريقة. مين عم شجع السنة؟ برازيل. برازيل رح ياخذوا كأس العالم برأيك؟ نعم إن شاء الله. برشلونة وأرجنتين إن شاء الله. يعني هلا شو الكرواتيا كمان ما فريق فريق قوي كرواتيا. برازيل. برازيل كمان. أرجنتين ولا كرواتيا اليوم بربح؟ لا أرجنتين. مالك ريالي؟ ريالي لك. شفت؟ لازم انه مودريتش قصدك؟ لا مو مودريتش، انه ضد ميسي. ايه ما لهالدرجة. نعم انت بخير. انت بخير. مين عم تشجع اليوم؟ برازيل كمان. الارجنتين. ارجنتين. هلا الوضع احسن والروح احلى. وي جول. شو عم تاكلي؟ فخارة كندر. صحة والف هنا. ارجنتين. مع ميسي يعني؟ والله الارجنتين. ايه راح يربحوا. انا شايف كرواتيا يعني كمان مو فريق سهل. لا باذن الله ربحانين اليوم. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. العيد حلو بحلب. جنن. ليش؟ وجودنا يعني احنا بننور حلب. اكيد انت كنتي هون عايشه بحلب ولا جايه؟ لا طبعا عايشه بحلب. بس رفيقتك معناها جاي من مصر. جاي من مصر صار لها 7 سنين. شو قالت لك على حلب؟ بتجنن، حدا بيترك حلب وبسافر مجنونه. طيب ان شاء الله كاس عالم حلو يا رب. تمام ان شاء الله يا رب. انا ارجنتيني. ارجنتيني مشان ميسي. ايه مشان ميسي. أنا بلاصة جيمس ميسي برشلوني طبعا. ايه أرجنتين. كأس العالم عم بشجع ولا مين؟ ما بعرف حدا من حدا. أرجنتيني والله. والله خسرانين سكوت معصب مرة معي. لا رح يرجع يمكن للمباراة. سمعت جاي من طرطوس؟ ايه والله جاي من طرطوس زيارة على حلب. انت من حلب؟ انا ايه من حلب. كيف شايفة حلب بعد هالغريبة؟ بتجنن كتير حلوة العجقة والعالم ولسه في بهجة عيد. والله العيد غير شكل بحلب. تمام راجعين ان شاء الله. ان شاء الله راجعين. الاجواء كثير حلوه ما شاء الله، وزحمه وخلقوا عالم شيء حلو. بتعرف انت في جمهور كبير لميسي ومنتخب ارجنتين، يعني منتخب مو سهل ابدا، بس مثل ما عم تشوف يعني اعتماد منتخب ارجنتين على ميسي وهذا الشيء مو كافي. حلب كثير متحسنه عن قبل وصايره احسن بكثير، وكل ما انا عم تتطور اكثر. راجعين لحلب ان شاء الله. وكانوا خسرانين 1-0، المدرب طالع مهاجم ونزل مهاجم ما استفاد على شيء طويل، يعني انت خسران بدك تشمل البطوله يعني بضحي. كله تمام الحمد لله، كثير الاجواء حلوه. فيك تقول اول مونديال بعد الحرب، انه حلب نفضت غبار الحرب عنا. ان شاء الله هيك بضل الامان سائد في مدينه حلب.
والله أجواء غير شكل يعني. أنا كنت بالشام مستقر صار لي فترة ورجعنا على حلب. الحمد لله أجواء حلب كأني ما في شيء أبدا وخلصنا. الحمد لله أجواء مثالية. الله الكل في عالم برشلونية بشجع أرجنتين مشان ميسي. بشجع البرتغال مشان كريستيانو. مشان كريستيانو. أنا بشجع البرازيل. لا هاد ولا هاد. غريبة غريبة نتيجة منتخب الأرجنتين سيء جدا جدا جدا. عائد للمدرب اللي عائد لفكر موجود بالفريق. إمكانيات اللاعبين ضعيفة والمدرب اختياره للتشكيلة وعدم ثباته على تشكيلة وعلى طريقة لعب. هي سبب نتائج السيئة للمنتخب الأرجنتيني. فريق الأرجنتيني سيء، كنا نتمنى أحسن من هيك. كرواتيا فريق ممتاز خصوصاً خط الوسط يعني. كرواتيا بعد ما روحوا صرت الشجرة. لا والله من أول معنا أنا. يلا بيستاهلوا اليوم فريقهم. بيستاهلوا والله بيستاهلوا. يمكن نتيجته مفاجأة. بتزعل مو بس مفاجأة. بس بيستاهلوا الكروات. كروات لا كويسين كتير بس مدرب الأرجنتين هو اللي نزع الفريق كله من اختيار التشكيلة الغلط. يعني مثل تشكيلة منتخب أولمبي ومطعمة بلاعبين مثل أجويرو وميسي بس. أمر طبيعي هذا الشيء اللي عم نشوفه. أنت بتلعب قدام أحسن لاعبين خط وسط في العالم. كل عام وأنت بخير لأن اليوم عيد ميلادك. خليلي يا الله يسلمك حبيبي. كأس عالم هيك بدي وجهة نظرك. أنا بحب وجهة نظرك دائما بكرة القدم. والله كأس مفاجأت. أنا ما بشوف يعني مستويات كلها متقاربة يعني في فرق كبيرة تسقط في فرق صغيرة بتطلع. كأس حلو يعني أنا حبيت الموضوع داني. ما عاد كلاسيكي يعني انه خلص محصور باربع خمس فرق. المدرب خطا عنده اسماء كبيره بالاختيار بالدكه ما نزلهم. واذا انت رايح كاس العالم تعتمد على لاعب واحد مثل كبير مثل ميسي بدك تخسر نتيجه واكثر. النتيجه مفاجاه كثير. الخطا كله خطا تكتيكي خطا تشكيل من اول مباراه للارجنتين.